هي حسب الكواليس وحسب الحديث وحسب الاتصالات وحسب التعهدات، إن شاء الله إنه فهم 109 وقاعدين نخدموا على أكثر. يعني النواب حتى من غير ما تقعد تضغط ولا تتكلم وحدهم واعين إنه المؤسسة مريضة، واعين إنه المؤسسة ماهيش مسيرة على أحسن ما يرام، واعين إنه يلزم التغيير. النواب يقول لك إحنا حتى في جهاتنا جينا مساجات، جينا إرساليات، نحبكم تصوتوا، نحبكم تكونوا في المستوى، نحبكم معناها تكونوا في الموعد. يعني فما التزام وفما إصرار، والناس هذوما باش يحضروا إن شاء الله. طبيعة شوف راه هذه ما احكي جلسة سرية، ما فماش مش جلسة سرية، التصويت سري. التصويت سري. شوف لهنا نحب نفسر حاجة، لأنه انتخاب رئاسة المجلس كانت بالاقتراع السري. دونك يقول لك هو بناء على مبدأ توازي الصياغ والأشكال انتخبته سري، تسحب منه ثقة سري. احنا توا الاعتصام هذية اللي خايفين واللي مازال متواصل ظهرهم على حقيقتهم، ظهر ضعفهم، ظهر انه هما غير قادرين على مواجهة الأزمات الكبرى، وديما يواجهوا الأزمات يا إما بمنطق الميليشيات، يا بمنطق العنف، يا بمنطق التشويه، يا بمنطق التشكيك، يا بمنطق الإشاعات.